التمسك فقط بما يسمى بالكرسي او ما يسمى بالرئاسه. طبعا بفكر وفلسفه القائد عبد الله اوجنان، مشروع الامه الديمقراطيه هو مشروع ديمقراطي يعتمد على الانسان وكيفيه الانسان انه كيف بده يكون انسان ديمقراطي، وحتى تخصيص اسم الجمهوريه العربيه السوريه. ما پروردگار کون عربی رو فکر منوی شهید یسرا درویش هفت پروردگار دو پنج رو بر خود ما پر درست دو دانگندیا پر محاضره بام بفجین انه طبعا هوا پروردگار دیامینا ل و اکادمیه دو ما فکر پر سر فکر و فلسفه رو و پر ماشینه و پر و آزادی دو خود آوا کرنه يعني بعد حسن برد خازن ويتشتي زونابن ويتشتي بيرابن يعني هوا پرورده ديامينا دوه اكام دمية دو مفاقر ارمان جيما اجوه اك پرورده رو ام جن عرب دوعياكن ام جن عرب فكر و فلسفه رو بر اوپل نوز کرن بدن اما ام پر صدمين ام پر فجئين بگنديو انو پر ويتشتي قبول دكن پروی تشتی آفاد کن دخواهد و پر دخوازن به حریت خارابن به فکر و فلسفه رو بر آبو. انا کتیر استفادت من هالدورة التدريبية بالمواضيع القيمة اللي اخذناها سواء عن المجتمع الديمقراطي او عن حياة عن طبيعة حقيقة القيادة عن التعصب الجنسوي. طبعا انا ما اول تدريب بخضع له، انا خضعت على كذا تدريب، هي ثالث تدريب بخضع له، تدريبات مفتوحة اثنين لكونغرس تار وواحد خاص بالكبجة. طبعا تدريب عن تدريب عم تقوى شخصيتي. السياسة بذهنية سكوية بحتة، فيعني المرأة ضمن هذا النظام أيضا تتمتع بسمات الرجل، فكاركتر بيتحول لكاركتر رجل.